وردت عدة صفات في جمع الأصابع. هذه المسألة سبحان الله العظيم، ومسألة تقديم الركبتين على اليدين في السجود، سبحان الله جعلهم الله فتنة لطلاب العلم، وليس الكل، لبعض طلاب العلم حتى في القديم، وزادت في هذه العصور. سبحان الله، أنا أعتبر هذا من قلة العلم عند هؤلاء، وإن نسبوا إلى العلم فإن عندهم قلة علم. لما؟ لأنك لو سألت هؤلاء عن أعظم المسائل، بل قد تكون متعلقة بالتوحيد، ليس عندهم علم. بل لو سئلوا عن بعض المسائل المتعلقة بالفقه، لو سألت هؤلاء يمكن أن يكون حاصرا لهذه المسائل، أو حاصرا لمعظم مسائل فقه العبادات، حتى ولو كانوا ممن يشار إليهم بالبنان، لكن أين هو مثلا في المعاملات؟ ما يعرف لا مسائل البيع ولا الربا ولا الجعالة ولا الكفالة ولا الوكالة ولا الغصب ولا الإتلاف، ولا يعرف الفرائض، ولا يعرف الجنايات، ولا يعرف الحدود، ولا يعرف القضاء، ما يعرف. فلا يغرنك حفظ حافظ أو طرح شخص لمسائل، يمكن أن يكون بارعا في بعض المسائل، لكن المسائل الأخرى التي الأمة بحاجة إليها هو جاهل بها، فتجد أن الوقت يضيع في المجالس وفي الحوارات وفي النقاشات وفي الرد والجواب على مسائل يعني كفينا يعني من القدم، والأمر فيها يعني واسع ليس بذاك. لكن أحيانا في بعض المسائل مهمة جدا في الفقه ما يفقه لها. أيضا من باب أولى مسائل العقيدة، وهذه إشكالية ويعانى منها في هذا العصر. يعني أنا بالأمس أرسل لبعض الإخوة صورة على أنها صورة، لا يسألني عنها، لا، فقط مجرد صورة مقبرة، وإذا بقبر قد أحيطت به الأشجار من أشجار البر وأحيط به، فقال انظروا سبحان الله، نسأل الله حسن الختام، ما نبت هذا الزرع عند قبر هذا الرجل إلا لصلاح له. هذا من التعلق بالقبور، وما يدرك ربما أن هذا زرع من أجل أن يفتنى الناس به، حتى لو لم يزرع، ما الفائدة؟ ما ثم ماذا؟ نبت زرع ولا شجر عند قبر فلان ولا قبر فلان، ما له مزية. وهذه لا، هذه الآن صورة غير مقطع عد آخر، يعني بالفيديو، ويقول انظروا سبحان الله، هذا الرجل اختص من بين هذه القبور بأن نبت الشجر حول قبره. طيب ثم ماذا؟ لو ثبت يقينا أنه من الصالحين، مع العلم لا ندري، لو ثبت يقينا فإن هذا من وسائل الشرك ومن تعظيم القبور. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. القضية قضية مهمة جدا. بعض الناس يقول أنتم تدندنون على التوحيد، لأن نرى أشياء تعصب بالتوحيد، وهؤلاء إما في مسائل مثل هذه المسائل أو في سياسة، ولا استفيد من هذه السياسة في السنوات الطوال إلا القيل والقال وبعثرة الحسنات وتحصيل السيئات وإثارة الفتن وإدخال الأمة في دماء وفي هتك أعراض وفي التشرد وفي لاجئين وفي تضييع لشعائر الدين وخروج على الولاء والحكام، والفتن عمت وطمت، ما غير ما فائدة. لكن لو أن الناس خصوصا طلاب العلم أخذوا بطريقة وسنة علمائهم ممن سار على منهج السلف من المعاصرين سواء الأحياء ولا الأموات، وممن كانوا من المتأخرين والمتقدمين، أفلحوا بإذن الله عز وجل. لكن مثل ما يقال، كل يريد أن يكون رأساً